تعب الغيابات وكل شيء فقدت تركيزه، مع اني بقول انا في الفتره القصيره اللي انا في فيها الفريق ابدا تحسن طفيف في المردود، لكن خليني اقول لك بكل وضوح ان ماما وصفو معناها بنسبه كبيره مش تكون خارج الفريق، معناها كره كبيره عنده عقل يعني الامور الاداريه. انا ما كان سبق وانا كنت وفرت له عروض ما عرفش وين وصل. بالنسبه لي انا فمعناها رغبه في تجديد الاجانب، واولهم ماما وصفو شكرا لك.